بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الخامس. اليوم بإذن الله تعالى سوف نشرح هذا الدرس، الأنشطة الإملائية همزة الوصل والقطع. يعني نريد أن نتكلم عن همزة الوصل وعن همزة القطع. في البداية حتى نتعرف على شكلها، ما هو شكل همزة الوصل وما هو شكل همزة القطع. الآن لاحظوا هنا، هذه همزة القطع، ترسم الهمزة فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وإذا كانت الهمزة مكسورة ترسم تحت الألف، إذن هذه تسمى همزة القطع. أما هذه الألف، لاحظوا الهمزة غير مرسومة، لا ترسم فوق وكذلك لا ترسم تحت، فبالتالي هذه تسمى همزة الوصل. إذن هذه الثلاثة همزة قطع وهذه همزة وصل. الآن نأتي إلى الفقرة هذه، نقرأها ونلاحظ إن الجراح وحدها. لاحظوا هنا إن الجراح وحدها لا تميت، وإنما تتسرب إليها الجراثيم الكثيرة المنتشرة في الهواء التي تلامس جرح المصاب فتسبب له الموت، فأخذوا يحاولون اكتشاف علاجات تقاوم تلك الجراثيم، حتى نجحت أولى المحاولات سنة 1929 باكتشاف البنسلين على يد الدكتور ألكسندر فليمينغ، فكان الدواء الذي أنقذ ملايين المرضى وحفظ أمما من الفناء. الآن نريد أن نتعرف، لاحظوا قبل قليل اتفقنا أن شكل همزة القطع هي الهمزة إما أن ترسم فوق الألف أو ترسم تحت الألف. الآن هنا عندنا هذه الكلمة فيها همزة قطع، نوع الهمزة هنا همزة قطع، لكن الهمزة رسمت أسفل الألف. لاحظوا أيضا هنا بعض الكلمات، إنما همزة قطع، إليها همزة قطع، وكذلك في الفقرة أخذوا، لاحظوا أخذوا هذه همزة قطع، كذلك معنا هنا ألكسندر همزة قطع، أمما همزة قطع. الآن نريد أن نتعرف على الكلمات التي فيها همزة الوصل. لاحظوا هنا اكتشاف، اكتشاف، اكتشاف هذه الهمزة همزة وصل، لأنها لاحظوا الهمزة لم تكتب أسفل الألف وكذلك لم تكتب فوق الألف. أيضا من الكلمات التي يوجد فيها همزة وصل المحاولات، لاحظوا الألف هنا. من الكلمات الأخرى الجراح هنا، كذلك الجراثيم همزة وصل، الكثيرة المنتشرة همزة وصل، الهواء المصاب الموت، الجراثيم البنسلين الدكتور الدواء الذي المرضى وكذلك الفناء. لاحظوا كل هذه الكلمات همزتها همزة وصل، لأن هذه الهمزة لم ترسم فوق أو تحت الألف. الآن نريد أن ننطق هذه الكلمة، لاحظوا إي إي، عندما هذا هو نطق الهمزة. إن، هل نطقت الهمزة؟ نعم نطقت إي. إذا نستنتج أن الهمزة تنطق وتكتب، همزة القطع تنطق وتكتب. الآن نأتي إلى كلمة الجراح. الجراح، لو بدأنا من هذه الكلمة الجراح، في أول الكلام تنطق الهمزة، لكن هل ترسم؟ لا ترسم. لاحظوا الجراح، الجراح، نطقنا الهمزة ولكن لم نكتبها. الآن إذا وصلنا الكلام، هي تسمى همزة وصل، يعني نريد أن نركز الآن على الوصل. لو قلنا إن الجراح، هل الهمزة هذه نطقت؟ لو قلنا الجراح، الجراح نطقت، نطقنا الهمزة. لكن في حالة الوصل، لو وصلناها مع ما قبلها، إن الجراح لم تنطق،
إذا نستنتج أن همزة الوصل إذا بدأنا في الكلام، إذا جاءت أول الكلام لا ترسم وتنطق، لكن في حالة الوصل إذا وصلنا الكلام لا تنطق ولا ترسم. لاحظوا هذه همزة قطع، همزة قطع. لو بدأنا الكلام من الكلمة إليها، هل نطقنا الهمزة؟ نعم نطقناها، إي إي إليها. إذن في أول الكلام ترسم الهمزة وتنطق، لكن لو وصلنا الكلمة بما قبلها تتسرب إليها، إذا نطقت. إذا لاحظوا، إذا همزة القطع تنطق في أول الكلام وفي الوصل، أما همزة الوصل تنطق في أول الكلام لكن في الوصل لا تنطق. الآن نأتي إلى إجابة الكلمات. أصنف الكلمات التي تبدأ بهمزة من النص السابق وفق الجدول الآتي. الآن هنا كلمة هذا الرسم، همزة القطع رسمت فوق الألف، أ مثل أنقذ، هنا أو أو مثل أولى، وأيضا هنا إي الهمزة أسفل الألف إن. أما هذه همزة الوصل، همزة الوصل هنا لاحظوا اكتشاف، اكتشاف هنا المحاولات، لم ترسم الهمزة فوق الألف أو تحت الألف. الآن نريد هنا السؤال الثاني، أنطق الهمزة في الكلمات الملونة منفردة مرة يعني دون وصلها وموصولة مرة أخرى ثم أكمل الجدول. الآن لاحظوا هنا كلمة إن، الآن نريد أن ننطقها منفردة، إي إي إن. شكل الهمزة، نوع الهمزة هو ماذا؟ همزة قطع. الآن في أول الكلام لاحظوا قلنا إي إي، نريد أن نركز الآن على نطق الهمزة، هل تنطق أم لا تنطق؟ لاحظوا إي إن، إذا هل نطقت الهمزة في أول الكلام؟ نعم نطقت، تنطق. الآن في وصل الكلام، لو وصلنا الكلام أيضا تنطق. لاحظوا الآن لنأخذ هذا المثال، هنا مثلا همزة القطع هذه أنقذ، أنقذ في أول الكلام أنقذ تنطق همزة القطع، لكن لو وصلنا مع الذي قبلها الذي أنقذ، الذي أنقذ، إذا همزة القطع تنطق في أول الكلام وتنطق في وصل الكلام. إذا نقول أن همزة القطع تنطق في أول الكلام وتنطق في وسط ووصل الكلام. أما كلمة اكتشاف، ما هو نوع الهمزة؟ همزة وصل، لاحظوا لا يوجد رسم هنا للهمزة. في أول الكلام هل تنطق؟ لاحظوا معي إي اكتشاف، اكتشاف، لكن لو وصلناها هل تنطق الهمزة؟ لا تنطق، نرجع هنا إلى اكتشاف، يحاولون اكتشاف، نك ها يحاولون اكتشاف، لم نقل يحاولون اكتشاف، خطأ، يحاولون اكتشاف. إذا همزة الوصل في حالة وصل الكلام لا تنطق. إذا نأتي هنا مرة ثانية، في وصل الكلام همزة الوصل لا تنطق، وكذلك الحال في باقي أنواع الهمزة. همزة القطع قلنا في أول الكلام تنطق، في وصل الكلام تنطق، في جميع الحالات ترسم وتنطق. أما همزة الوصل هذه نوعها همزة وصل، نوعها همزة وصل في أول الكلام تنطق وفي وسط الكلام ووصل الكلام لا تنطق. أما كلمة أنقذ فهي قطع نوعها، شكل الهمزة همزة قطع، رسمت الهمزة فوق الألف، في أول الكلام تنطق وفي وصل الكلام أيضا تنطق. الآن الخلاصة، نريد أن نتعرف على الخلاصة. أولا همزة القطع هي همزة تأتي، أين تأتي؟ أول في أول الكلمة، تنطق وتكتب دائما في أول الكلام، لاحظوا تنطق وتكتب دائما في أول الكلام، وترسم الهمزة، وترسم الهمزة فوق الألف، إذن هذا الرسم الألف، متى ترسم فوق الألف؟ إذا كانت مضمومة أو يعني أو مع الضم، أو مفتوحة فوق الألف، لاحظوا أ، وترسم تحت الألف إذا كانت مكسورة هكذا مثل
إن وإنما. أما همزة الوصل فهي همزة تأتي في أول الكلمة. متى تنطق؟ تنطق في أول الكلام ولا تكتب. ركزوا، همزة الوصل لا تكتب. أما في وصل الكلام، إذا وصلنا الكلام فلا تنطق ولا تكتب. الآن نأتي هنا لحل التمرينات. أكمل الأمثلة الآتية بكلمة تبتدئ بهمزة وصل أو همزة قطع. الله يحفظك. نقول هنا إن الله يحفظك. آمنة بنت وهب هي من هي؟ لاحظوا هنا أم، هي أم سيدنا محمد. إذن نوع الهمزة هنا همزة قطع، وهنا أيضا همزة قطع. رسمت هنا همزة القطع مكسورة إي، وهنا همزة القطع مضمومة. أحب أسرتي، أمي وأبي وأخي. إذا لاحظوا أيضا هون جميع الهمزات همزات قطع. أحب قطع، أسرتي قطع، أمي أيضا قطع، أبي وكذلك أخي. الآن هنا لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. نقول هنا اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. نوع الهمزة هنا همزة وصل، لاحظوا همزة وصل، لم ترسم الهمزة أسفل الألف. السؤال الثاني، ضع همزة وصل أو همزة قطع حيثما يلزم في الكلمات الملونة. الآن رأت المعلمة بعض التلاميذ، لاحظوا هنا نوع الهمزة وصل، نوع الهمزة همزة وصل وليس قطع، وهم يأكلون بشراهة، فاقتربت أيضا همزة وصل. لاحظوا لا تنطق مع الوصل أثناء الوصل، نقول فاقتربت، لم نقل فأقتربت، وهنا لم نقل بعض التلاميذ، بعض التلاميذ لم تنطق. لماذا تأكلون الطعام بهذه السرعة؟ فأجاب، لاحظوا نطقنا الهمزة هنا، فأجاب، بما أننا نطقناها فبالتالي نوع الهمزة قطع. فأجاب سامي، لقد اتفقنا، لقد، ها لم تنطق، بالتالي همزة وصل. على أن، دائما الحروف همزتها همزة قطع، أن نلعب بعد انتهائنا من تناول الطعام. وأيد اثنان من رفاقه كلامه، فقالت المعلمة لكن هذا لا يبرر ابتلاعكم. إذن هنا وصل. الطعام بسرعة فانتبهوا إلى ما أقول. إنكم، لاحظوا نطقنا الهمزة هنا، إنكم إذا أكلتم، نطقناها همزة قطع، نطقناها في حال الوصل فهي همزة قطع. أكلتم وانطلقتم، لم تنطق الهمزة، إذا نوع الهمزة وصل. وانطلقتم فورا إلى، دائما حروف الجر همزتها همزة قطع، إلى اللعب كانطلاق النسور من أوكارها، نطقناها فهي همزة قطع. نشطت عضلات أرجلكم فاستدعت، إذن هنا فاستدعت لم تنطق، إذن همزة وصل. فاستدعت الدم إليها وأجبرت، وأجبرت، إذن نطقت في حال الوصل فهي همزة قطع. المعدة على التوقف بانتظار انتهاء، لم تنطق فهي همزة وصل. دور الأرجل لاستئناف عملها فتصابون بعسر الهضم. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.